اهلا بيكم في الفقره الاخيره والحوار الاخير في الاهلي الليله مع نجمه كبيره. نجمه كبيره بمعنى كلمه نجمه كبيره، دولاب ميداليات، دولاب بطولات، دولاب ارقام قياسيه بتحققها وهي من الصغر، من 6 سنين 5 سنين كمان في النادي الاهلي، وهي موجوده نجمتنا الكبيره النهارده اللي دلوقتي حالا بتتمرن خلاص في امريكا ومتعايشه في امريكا تماما، لكن ساعه ما النادي الاهلي بلا تعالي بتيجي على طول عشان تلعب بطولات النادي الاهلي وتحقق معاه انجازات. معانا كابتن هانيا مورو. مساء الخير يا كابتن هانيا. ازيك يا كابتن خالد؟ منورانا على المقدمه الحلوه دي. ازاي ده انا لسه الدولاب كبير، انا عارف يعني شاهد على العصر. اكيد يا هانيا دولاب البطولات اللي انت بتشوفيهم ميداليات ده بيدوكي حافز، كل ما تبصي على ميداليه تقولي انا عايز اعمل الثانيه. ايوه طبعا اكيد بحس ان انا مسؤوله، يعني مسؤوله ان انا يبقى ان انا للناس اللي حواليا، للمدربين اللي حواليا، لاهلي، ان انا لازم اعمل احسن وان انا لسه عندي احسن، وانا شخصيا يعني انا ببقى عايزه ان انا ازود اللي عندي. انا عارف ان انت فايتر، اعذروني لان انا شفت كابتن هانيا مورو وهي صغيره، يعني كنت بشتغل في النادي وهي كانت لعيبه، وكل الناس وكل مدربينها قالوا عليها انها تطلع بطله، وهي ما شاء الله صدقت مع كل الناس وطلعت بطله ونجمه كبيره. كابتن هانيا اكيد لازم نقول لكل الناس وكل الناس اللي بيتفرجوا علينا، كابتن هانيا مورو راحت ملعب السباحه ازاي؟ يعني اشمعنى اخترت لعبه السباحه بالذات؟ انا كنت وانا عندي 5 سنين كنت بلعب ووتر باليه. هايل. فبعد يعني كانوا بقى الناس تقول لازم البنات يلعبوا ووتر باليه ويلعبوا سباحه في نفس الوقت. تمام. انا كنت رافضه طبعا الفكره دي تماما، كنت عايزه العب ووتر باليه بس يعني. بس بعد كده مامتي بقى قالت لي نروح نجرب السباحه، قلت لها اوكي. ما كنتش مبسوطه خالص، قعدت يعني كتير قوي ما كنتش عايزه العب سباحه ولا اكمل ولا اي حاجه، لحد ما كان في دكتور احمد قاضي كان بيشتغل عندنا وشافني مره وقال لمامتي لا لازم تكمل في السباحه، وهو بصراحه كان السبب ان انا يعني دخلت كومبليتلي وانا عندي 10 سنين. فيعني كنت بقى طبعا 5 سنين 6 سنين لحد 10 سنين بس، يعني دخلت تماما بقى وانا عندي 10 سنين يعني. طبعا عارف الخلفيات اكيد صح. وانا عارف ان ماما هي السبب الرئيسي. كان طبعًا. سبورت قوي جدا لهانيا مورو ان هي تكمل، غير بابا دكتور طبعا، لكن بابا برضه يعني هي الاساس، ليه دور كبير جدا في موضوع السباحه. بس ماما يعني من داي 1 ما سابتنيش، وهي كانت اكتر واحده يعني كل ما كنت بقع واقول خلاص كانت هي اكتر واحده تقف جنبي وتقول لي ان انا لسه عندي، وحتى لو كانت بتحصل مشاكل كتيره قوي كانت هي الوحيده، وهي مش عارفه كانت دايما تقول لي انا عارفه ان كل حاجه هتبقى كويسه، وهي مش عارفه ان كل حاجه هتبقى كويسه، هي كانت بتقول لي كده بس عشان تقويني، وفعلا هي اللي كانت بتقويني كل مره بقع فيها يعني. عايزك تقول لها كلمه على الهوا بعد ما لقيتي بطله كبيره، وخلي بالك انا لسه شخصيا وكل الناس منتظرين هانيا مورو تطلع لغايه اعلى ميداليه في العالم، وهي ميداليات الاولمبياد. يا رب. تقولي لها ايه؟ ماما لا يعني حاجه كتير قوي يعني، مفيش حاجه واحده بس يعني ربنا يخليها لي، ودايما كده اكون مفرحاها، وانا على طول يعني وانا بعوم وانا بعمل اي حاجه ببقى عايزه اعمل كويس عشانها يعني، عشان هي. طب خلينا تستاهل ان هي تشوف كده يعني. خلينا نروح لدولاب البطولات. اكيد اتمرنتي في النادي الاهلي مده زمنيه. طبعا. واختلفتي لما طلعتي امريكا. خلينا نتكلم على بطولاتك في النادي الاهلي وابرز بطولاتك جوه النادي الاهلي وانت لسه ناشئه صغيره، تفتكري؟ انا طبعا بلعب للنادي الاهلي من وانا عندي 11 سنه، فكنت بعوم وانا صغيره باك، فكنت بقى طبعا 100 و200 باك بكسب على طول في بطوله القاهره وبطوله الجمهوريه، لحد ما سافرت، لحد ما بقى عندي 18 سنه كنت الحمد لله يعني ما فيش بطوله عدت عليا ما كنتش اول جمهوريه في سبق او سبقين على الاقل يعني. فدي كانت ابرز بطولاتي، عشان انا طبعا كانت اي بطولات بره كنت بلعبها باسم مصر يعني، بس كنت بتمرن في النادي الاهلي يعني، حتى لو رحت بطوله افريقيه، بطوله عربيه، بطوله عالم، وانا قبل ما اسافر امريكا كنت بتمرن جوه النادي الاهلي، وكنت بسافر بقى البطولات العب باسم مصر. طبعا سافرت وانا جوه النادي الاهلي، سافرت 3 بطولات افريقيه وثلاث بطولات عربيه، وكان سافرت بطوله عالم ناشئين وانا لسه جوه النادي الاهلي يعني. دي كانت اهم يعني، كانت ابرز الحاجات يعني. كسر ارقام متتالي يعني ما شاء الله، اللهم لا حسد، بتكسري ارقام على طول، كل ما تنزلي سبق هانيا مورو تقوم كسر الرقم. تفتكري ايه اكتر رقم بين قريب لهانيا مورو ونفسها كمان تكسره تاني؟ يعني كل ارقامك. لا هو في سبقين يعني بحبهم قوي، بس يعني ممكن انا بحب 800 قوي قوي، بحب 800 حره، بحب اعومها جدا. ده يعني كنت زمان بحب 400 قوي، ده كان اول رقم مصر حطمته في حياتي. فكان رقم يعني وانا صغيره كنت بحطم ارقام السن، لكن اول رقم مصر حطمه كان 400 حره 2015 تقريبا. فكان بالنسبه لي يعني سبق عزيز عليا قوي، بس دلوقتي انا بحب قوي اعوم سباق 800 حره يعني بالنسبه لي. بتحبيه؟ لا، وكمان يعني لما يعني بنزله كده ببقى عارفه ان انا اقدر ان شاء الله اكسر الرقم ده واعمل احسن. طيب هكلمك بصراحه، انا عايزك بس تقولي اللي جواكي كده. النهارده احنا بعوم 800، انت بتعومي لوحدك.
بتقولي لنفسك ايه وانت بتعومي؟ يعني ايه اللي شغال جوه دماغك؟ عايز اقول للسباحين الصغيرين البطل بيتعامل مع السباق الطويل ده ازاي؟ 400 اعتقد هو 3 دقائق ونخلص على طول. اربع دقائق. لك اربع دقائق، لكن 800 وال1000 مسابقه سباقات طويله شويه. بتعملي ايه طول السباقات الطويله دي مع نفسك جوه السباق نفسه؟ لا هو انا ما عمتش 800 و1500 غير لما سافرت امريكا. فهو بصراحه المدرب بتاعي هو كويس قوي، يعني غير التمرين هو بيركز على المنطقه المنتل قوي، يعني هو بيحطني في منتل ستيت ان انا هعوم ديستنس، فان انا اقدر انا اقدر استحمل كده وان انا اقدر اعوم كده. فانا بقى عايمه بفكر. أيوة طبعا هو ده. ايوه بفكر ان انا ازاي احافظ ان انا وانا عايمه افضل عايمه جامد وما اخشش بقى ان انا تعبت. عشان واحنا عايمين في السباحه اكتر حاجه تاثر عليك وانت عايم لو انت دخلت في منتل اللي هي انا تعبان، فجسمك كله بيتعب فالعضلات كلها بتقف بتنزلي على طول في السباحه. فانا بقى دي حاجه انا الحمد لله بتمرن عليها كل يوم، ان انا بعوم في التمرين على تحمل السرعه. عشان وانا عايمه جوه السباق ببقى عايمه بسرعه جدا، فاقدر ان انا اتحمل السرعه دي وما اتعبش فجاه. فهو بصراحه يعني بقعد بقى طبعا انا عايمه يعني بتفتكري حاجات وكده. لا ببقى طبعا مركزه، شايفه المدرب بتاعي ومركزه في الارقام. شايفاه؟ ببقى شايفاه، يعني مش شايفاه طبعا طول السباق، بس في حته من السباق ببقى شايفاه بيقول لي كويس بيقول لي وحش. ما بركزش بقى حد جنبي، مش حد جنبي، انا عايمه سباقي لوحدي. لسه السؤال التاني. اللي جنبك لو انت ماشيه الاثنين اللي جنبك يمينك وشمالك ماشيين معاكي بتاخدي بالك منهم ولا انت مركزه في السباق بس او في اللاين بتاعك؟ اكيد لو في منافسه، يعني مثلا في بطوله افريقيه في الجزائر السنه اللي فاتت كان عندي منافسه، فكان طبعا يعني نفسي اكسب واطلع اول، بس في نفس الوقت انا مركزه في سباقي انا عشان انا لازم اعوم سباقي صح عشان اكسب. يعني ببقى باصه جنبي طبعا عايزه اكسب واشوف البنت اللي جنبي فين، بس مش بيبقى كل تركيزي. انا ببقى عايزه اعوم سباقي انا واكسر رقمي انا. فده بيبقى اهم حاجه بالنسبه لي. اهم حاجه عندك ان انا، يعني بابايا كان دايما يقول لي كلمه، يعني حطمي رقمك، مش لازم تحطمي رقم البطوله او رقم السباق، يعني حطمي رقمك انت. فيعني دي كانت اهم حاجه بالنسبه لي ان انا احطم رقمي انا. دي حاجه مهمه جدا. لكن اكيد في النادي الاهلي بيتمرن ما شاء الله عليكم 4 الفجر تصحوا تروحوا التدريب، ربنا يكون في عونكم، وتدريب بعد الظهر ودراسه في النص وحاجات كتيره. لما رحنا امريكا الموضوع اكيد اختلف معاكي. طبعا. عشان ايه الاختلاف؟ امريكا منظومه متكامله من كل حاجه، يعني بمعنى. انا بتمرن، انا عايشه في الجامعه. كويس. وبتمرن في الجامعه ومحاضراتي في الجامعه. فانا وقتي كله عارفاه، يعني انا هنا مثلا بنزل من البيت ما بقاش عارفه اوصل في قد ايه. ادي واحده الطريق واقف، العربيه حصل لها حاجه، اي حاجه بقى ايا كانت ايه. لكن هناك كل حاجه قفلت الطريق بالظبط. لا شكرا، اشاره قفلت كده يعني. لكن هناك انا عارفه كل حاجه بميعادها وكل حاجه بتحصل في سيستم، هي منظومه متكامله. التمرين بالدراسه، المدرب بتاعي عارف درجاتي وفي ناس بتتابع درجاتي، وعشان حتى ما ركزش في السباحه قوي والدراسه تقع. فهي امريكا احسن حاجه فيها، عشان كده هم ناجحين جدا في السباحه ومعظم الرياضات، ان هي منظومه متكامله من كل حاجه. انت شغاله في اريا واحده بالظبط، ما بتطلعيش من الاريا دي الا وانت خارجه مثلا مع اصحابك او خارجه تخرجي اي حاجه، لكن رياضه دراسه جوه الاريا. سباحه جوه كله جوه نفس الحاجه، والمدرب بتاعي عارف عني كل حاجه وبيتابعنا كلنا كفريق، وكمان في روح الفريق دي برضو، احنا عيله مع بعض، احنا كلنا عايشين مع بعض، احنا كلاعبين احنا يعني لاعبين كلنا عايشين، معظمنا عايش في الجامعه. فاحنا مقضين وقتنا كله مع بعض. فبجد احنا بنعتبر عيله، عشان كده نفسيه السباحين بره بتبقى الموضوع نفسيه مختلفه عن السباحين المصري. طبعا، يعني الناس كده خايفه بجد على بعض، والسباحين كده بجد احنا عيله، يعني احنا هم لما انا مثلا بعمل كويس في بطولات بقى خارج الجامعه بيبقوا اكن انا يعني هم اللي كسبوا بالظبط، يعني وحضرتك بقى تلاقيهم على طول بقى حاطين صوري، ويعني ناس بجد فعلا سبورت عندهم حاجه مهمه جدا جدا، وبتفرق في نفسيه الرياضي جدا. طيب هقول لك على حاجه، الالعاب الجماعيه اكيد هنسبورت بعض، بس اللعبه فرديه انا عايز اكسب وانت عايز تكسبي بالظبط. الاختلاف ده حاجه مهمه جدا، يعني ازاي هما بيسبورتوا ده وانت ممكن تكون بيلعبوا معاكي نفس السبق بتاعك، مظبوط كده؟ ازاي سبورتوا هانيا مورو وهي عايزه برضو تكسب صاحبتك اللي جنبك او زميلتك اللي جنبك؟ عشان احنا بنلعب رياضه في الاخر، يعني احنا المفهوم احنا، يعني انا ليا واحده صاحبتي هناك واحنا في الجامعه احنا بنعوم نفس سباقات بعض. كويس. وايام هي احسن مني ايام انا احسن منها، يعني الموضوع رايح جاي يعني. بس عمرنا ما يعني ما انا مش يعني عمرنا ما عملنا حاجه وحشه في بعض، يعني احنا بنتعامل مع بعض بالعكس، احنا بنيجي يوم كل يوم التمرين كل واحده عايزه تبقى احسن من الثانيه، فاحنا بنشجع بعض عشان كده احنا الاثنين تحسننا جدا. فيعني هناك فارق طبعا. لا لا طبعا. عايزك تدي نصيحه في الحته دي بالذات للسباحين والسباحات المصريين في النادي الاهلي وبره النادي الاهلي، ان المنافسه
دي جوه ارض الملعب، لكن بره لازم نكن لبعضنا كل احترام. يا ريت تقول لهم نصيحه فعلا في الحته دي. بص اقول لحضرتك حاجه، انا مدرب، انا اول ما رحت الجامعه انا طبعا هنا في مصر يعني كنت واخده كل الاتنشن من اي حد عشان انا بقى البطله وانا كويسه. لما سافرت كان في ناس احسن مني فانا ما كنتش عارفه اتعامل لسه، يعني مش انا اللي عليا السبوت، فكنت انا برضو ايه مستغربه. كان في بنت كويسه قوي فكان المدرب بتاعي مره قال لي كلمه ومن ساعتها انا ما نسيتهاش، قال لي شاين ان everyone's excellence. يعني ده معناه ان انا اي حد كويس انا حاول ابقى زيه، وان انا يعني ابقى كويسه وهو كويس، مش لازم انزله تحت واقلل منه عشان انا اللي ابقى كويس. احنا عكس الرياضه في مصر يعني بصراحه بس عشان يعني نتكلم بصراحه يعني عكس الرياضه في مصر ينزلك عشان اطلع وانا بالظبط. فهو لما قال لي الكلمه دي انا فعلا انا بقى من ساعتها البنت دي انا فضلت ان انا عايزه ابقى زيها، وعايزه حتى لما يعني عايزه اتعامل مع الناس زيها، وعايزه اكون كويسه زيها في السباحه وبره السباحه. وفي الاخر بقينا احنا اتنين كويسين، فشاين بيكسبوا بالظبط، وكل واحد بيعمل في سباقاته كويس. ويعني النصيحه بقى عايزك تنصحي السباحين عشان يكون النفسيه شويه هاديه. انا معاكي 100% ان فعلا السباحين في شد وجذب قوي جدا، لكن عايزك تديهم النصيحه تقول لهم اتعاملوا ازاي عشان كله يكسب. يعني انا عايزه اقول لهم ان هو يركزوا على نفسهم، يعني بالظبط ما يعني زي ما قلت لحضرتك ما تركزش في اللي جنب في اللين اللي جنبك ولا في التمرين الشخصي. طبعا يبقى في تكون شخصيه كومبتيتيف، بس يعني ما تخليش ان انت عايز ده يخسر عشان انا اكسب، بالعكس حب لاخيك ما تحب لنفسك بالظبط، وخليه هو يكسب ويكسب انت، يعني اكسبه هو كده انت هتبقى مبسوط من نفسك اكتر. مش عشان هو خسر فانت كسبت، لا يعني ده اللي انا عايز اقوله، يعني ركز على نفسك اكتر. يعني طيب احنا في الاجيال بتاعتكم او الجيل ده بالذات بقينا مش بنتكلم على افريقيا ولا بنتكلم على العرب، بنتكلم على مستوى العالم. وصلنا وعندنا ارقام، والارقام بقت قريبه قوي. التكة دي هنخلص فيها امتى؟ اللي احنا نقف فعلا على منصات التتويج الاول والثاني والثالث. هقول لحضرتك على حاجه، يعني احنا دلوقتي من 10 سنين مثلا، يعني احنا رايحين بطولة العالم كمان 3 اسابيع بالزبط. من 10 سنين كان الاتحاد الدولي بيبعت لمصر دعوه عشان ما كانش في حد بيتاهل. دلوقتي احنا 6 ولاد وبنتين ما شاء الله متاهلين، مش مبعت لنا دعوه. فقول مثلا كمان 10 سنين تاني. احنا تعبنا كده. احنا تعبنا، تعبنا ما عرفناش بيجي لنا ورقه تقول لنا تعالوا شرفونا. لا هو الموضوع يعني خد مننا وقت، فممكن بقى كمان 10 سنين تلاقي اكتر من 6 او 8 بالظبط، وناس بقى بتنافس على اول وتاني وتاني. يعني احنا دلوقتي بننافس على فاينل، بننافس على سيمي فاينل، فدي حاجه كويسه، دي بدايه ويعني بدايه كويسه جدا طبعا لينا كسباحين يعني في مصر. يعني بصي هو جابوا لي صوره نفس اللون انت لابساه بالظبط اصفر، ايه الصوره دي؟ ده في امريكا في البطوله بتاعه الكونفرنس بتاعنا في امريكا ايست. احنا البنات في شهر، انت فين بالظبط في صوره زحمه؟ انا على الشمال، انا على الشمال. رافع ايدي كده للجنب اللي على الشمال فوق؟ لا تحت، يعني تاني صف. انا اللي واقفه جنب العلامه واقفه لوحدك بالظبط. كويس جدا. هي دي كابتن هانيا مورو، تاني واحده على الشمال من تحت. لا واحده لابسه اسود هي اللي فوقيها على طول رافعه ايديها عشان بس الناس تتابع بس الموضوع. ودي دي في نفس البطوله برضو اخذت احسن سباحه، عملت احسن بوينتس، اكبر اكتر بوينتس في البطوله على مدى 4 سنين. وصاحبتك اللي بتلعب معاكي كانت مبسوطه لك طبعا. طب هو اصلا الجائزه دي كانت بيني وبينها، يعني كان يا هنا يا هي، يعني دول اكتر 2 صحابي في الجامعه هناك كانوا على طول معايا ومش بيسيبوني يعني في اي سباق ولا اي حاجه. يعني ده كان البطوله دي بيلعبوا معاكي يا سند؟ بيلعبوا معايا في الفريق. والبطوله دي كنت انا يعني سافرت عشان كان في رقم كنت محتاجه اعمله، فجم معايا، يعني هم حتى سافروا لوحدهم بالعربيه وجم معايا عشان يشوفوني وانا بعمل بيسبورت هانيا هانيا مورو. ودي بطوله كاس مصر هنا في شهر 4، كنت ده كاس احسن رقم خدته على سباقته. شكلك مختلف شويه وانت بره، شكلك يعني الموضوع لا مختلف شويه. دول اصحابي، دول اصحابي في الفريق برضو، دول اللي هم ده فرح ده ولا ايه؟ لا كنا بنتصور صور التخرج. دي صوره التخرج؟ يعني كنا احنا عاملين مع بعض صور كده عشان للذكرى. ما شاء الله يعني. دي جميله جدا جدا بجد هانيا، مبسوط بيكي جدا جدا جدا. والله يبسطني. اللي جايه عندنا بطوله العالم كمان 3 اسابيع. بس انا عارف انت ما شاء الله عليكي، ده مدرب بتاعي. ده مين؟ لا بص انا عايزك توقف صور شويه عشان نتكلم معاك. ده صراحه يعني اتفضلي. ليه كل الفضل عليا في اي حاجه صراحه. ده مين؟ غيرني، ده مدرب بتاعي في امريكا. ده اسمه ايه؟ تشاد. تشاد غيرني شخصيا وسباحيا وكل حاجه. هو
هو مش مدربي يعني، هو دلوقتي بقى يعني احنا صحاب جدا يعني. طب تديله كلمتين انجليزي يعني عشان بس تبعت له اللينك ولا حاجه؟ لازم تشكريه على الهوا يعني، لازم ولا ايه؟ لا لازم عشان تبعتي له اللينك لازم. اهنيه والله بكلم بجد، لازم تقولي له كلمتين. رجع الصوره تاني عشان تبعت اللينك يا جماعه. رجع الصوره تاني. ايوه تقولي له ايه بجد؟ اقول له ثانك يو سو ماتش فور ايفري ثينج يو دون فور مي. هايل، خلاص دي كلمتين كويسين. يا ريت ترجعوا لنا بقى تاني عشان نكمل مع كابتن هانيه. سباحه قصيره ما شاء الله، سباحه طويله ما شاء الله، وعندك بطوله عالم هتلعبي 5 كيلو و10 كيلو وهتلعبي 800 و1500. شايفه بطوله العالم اللي جايه ازاي بالنسبه لهانيا مور؟ طبعا مختلفه جدا. انا طلعت بطوله عالم 2017، دي طبعا هتبقى اكسبيرينس مختلفه تماما عشان انا يعني عمري ما كنت نزلت البحر في بطوله عالم قبل كده. انا من شهر بالظبط جالي تليفون وحد من مدربين يعني كبار في مصر قال لي انت ليه ما بتنزليش الطويله؟ فقلت له لا يعني مش عارفه يعني ما فكرتش قبل كده. قال لي ليه، فرصه كويسه جدا ليكي وتسافري توت العالم. انا طبعا كنت رافضه الفكره. طبعا قعدنا بقى نتكلم كذا مره وجيت ونزلت التجارب في اسكندريه من شهر كده برضو وكسبت. فهو قال لي انا قلت لك ليه يعني فرصه كويسه. فانا يعني انا اول سباحه مصريه تطلع بطوله العالم على السباحه الطويله والسباحه القصيره الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض ما شاء الله بصراحه. يعني طب انا السباحه القصيره ولا السباحه الطويله يعني انت حابه ايه؟ ما انا لسه برضو يعني اكسبيرينس بتاعتي في السباحه الطويله مش كبيره جدا. بس انا بصراحه يعني ما اكذبش حضرتك، انا استمتعت جدا في سباق الخمسة كيلو. استمتعت دي حقيقه. استمتعت يعني كنت مبسوطه وانا عايمه. عاجبني اسلوبك وانت بتستمتعي بالرياضه. طبعا. لا غير ما انت بتلعبي رياضه بقى زمان من 10 سنين. العبي العاني العبي صح؟ لا السباحه لا يعني حياتي كلها. لا بستمتع طبعا. الدراسه فين في حياه هانيا مور؟ الدراسه يعني انا عارف مش عايزين دراسه صح؟ يا ريت ما يكونش دراسه. يا ريت ما فيش دراسه. بس لا. اكيد دراسه مختلفه في امريكا يعني. طبعا. لا انا يعني انا اقتصاد واداره اعمال. هايل. خاصه دي لي سيمستر هتخرج ان شاء الله في شهر ديسمبر. فالدراسه يعني كان طبعا هناك انا بقول لحضرتك منظومه متكامله. فحتى لو انا عندي مشاكل في كلاس، عندي مشاكل في حاجه مش فاهماها، في ناس بتساعدني. يعني هم حاطين ناس للرياضيين يساعدوهم لو عندهم مشكله في كلاس معين في ماده معينه. فيعني لا الحمد لله يعني والحمد لله درجاتي كويسه وكل حاجه ان شاء الله تكمل على خير يعني. تكمل على خير. هانيا مورو دلوقتي بتدي قرارات في حياتها. ايه اصعب قرار هانيا مورو اخدته في حياتها؟ السفر طبعا. السفر. ليه؟ يعني انا واحده قريبه قوي من اهلي يعني كويس. بابايا ومامتي واخواتي وانا يعني بحب العيله. وانا كنت عمري ما سافرت امريكا اصلا. يعني كنت بسافر اوروبا اي حته. اول مره في حياتي تطلعي امريكا هي دي؟ كنت رايحه الجامعه. كويس. رحتي ازاي بقى؟ لا احكي لي، مش عايزه تجري مني، عايزك تحكي لي تقولي لي اليوم خلاص اتفقنا والسكور بتاعك طلع وكل حاجه صح كده؟ وسافر امريكا. اليوم ده كان شكله زي ما عمري ما هنسى. بابايا لقيته يوم داخل عليا وكنت انا مستنيه الفيزا. كويس. يعني تذكرتي كانت محجوزه وكل حاجه بس كان عندي مشكله في الفيزا ما كانتش بتطلع يعني. فلقيت بابايا يوم داخل عليا وبيطلع لي باسبور من جيبه وقال لي خلاص كده. طبعا يعني انا بصيت له كده وقعدت اعيط يعني. قلت له ايه اللي انت بتقوله ده؟ بس يعني انا كنت متحمسه وكنت عايزه. انا كنت خلاص عارفه ان انا لو قعدت في مصر كان ده الاخر. ده اخر يعني. كويس. عمري ما كنت هتحسن اكتر. وانا كنت بحب اللعبه وعارفه ان انا عندي احسن. كويس. فانا كنت متحمسه وعايزه ده يعني. فكنت خايفه وكنت انا اللي كنت عايزه يعني. هو قرار صعب بس ما كانش صعب عليا عشان انا كنت عايزه. كان صعب عليا طبعا عشان انا ومامتي يعني ما بنفرقش بعض يعني. فبس يعني احنا الحمد لله. لا سافرتي يعني سافرتي امريكا دي لوحدك؟ ولا سافرت. بابا جه معاكي او لا ماما؟ لا. سافرت اول مره لوحدي. سافرت في شهر 8 2015، من 4 سنين. مع نفسك؟ طب ولما رحتي امريكا قولي لي. لا احكي لي. رحتي الطياره سافر خلاص لوحدك ركبتي واول يوم هناك في امريكا مدربي استقبلني في المطار. وبعد كده بقى رحت يعني اول يوم طبعا نمت وكل حاجه. تاني يوم صحيت رحت الجامعه عشان هسكن بقى هناك. طبعا بقى الفريق بتاعنا 70 واحد 70 واحد واحده. كل فريق مستنيني، مش مستنيين انا، مستني كل النيو كامرز يعني. بس طبعا هو المدرب بتاعي مفهمهم ان انا من بره من بعيد قوي. فيكونوا مركزين معايا يعني. فطبعا 70 شخص مستنيني و70 شخص عايز يساعدني. فحسيت بحب وحسيت بقى ان انا خلاص ده مكاني وهو ده المكان بقى اللي انا عايش فيه الاربع سنين الجايين هيطلع منه بقى كل يا اما وحش يا اما حلو. اربع سنين قعدتي في امريكا فكرت يوم ترجعي مصر بصراحه؟ ولا حتى اول اسبوع؟ لا يعني فكرت طبعا عشان عندي هوم سيكنس وعايزه اهلي وكده. بس بالزبط. ما فكرتش يعني ان انا ارجع عشان انا عارفه ان انا لو رجعت هبطل سباحه يعني على طول خلاص.
عاجبني فيك الصراحه قوي. طب هنفضل مكملين في امريكا بقى خلاص؟ احنا هنتعايش هناك لوقت ما هانيا مورو تقرر انها تبطل سباحه. يعني انا ان شاء الله هرجع في شهر 8 عندي سمستر، وان شاء الله بقى اقعد لحد بقى ان شاء الله تصفيات الاولمبياد بقى اشوف بقى هعمل ايه انا والمدرب بتاعي. يعني لسه 2020 السنه الجايه. 2020 الاقي هانيا مورو واخده اول تاني تالت في الاولمبياد؟ لا صعب قوي بس نشارك. ده انا نشارك. ده انا نفسي والله نفسي اشوفك على الاولمبياد بصراحه. يعني وانا والله هو حلم كل رياضي يروح الاولمبياد. يعني اكيد الحلم يعني. الحلم حاجه لكن الميداليه حاجه تانية. طبعا طبعا هو مجهود كبير يعني. لا ناويه يا رب ناويه. طيب خلينا من السباحه شويه، اكيد ليكي هوايات تانية يعني، اكيد انت بتمنعي نفسك عن خروجات وعن سهر وعن حاجات كتيره، لكن خلينا في هوايات هانيا مورو بره السباحه. عايز اعرف الغنى مثلا ولا ايه؟ كنت خد حضرتك عارف يعني السباحه ما بتسيبلناش وقت نعمل اي حاجه يعني. بس اكيد في امريكا في النظام ده اكيد. لا بحب اخرج مع اصحابي، انا بحب الاكل مثلا، فبحب اجرب مطاعم مع اصحابي نشوف نعمل اكتر حاجه بتحبيها في الاكل. طبعا مستنيك تقوليها. لا بس انا بحب كده برضو، قولي لي بس. المكرونه يعني بحب حاجه كتير 100%. طبعا اكلها كل يوم. كل يوم مفيش مشكله. ما عنديش مشكله. واصحابك بيروحوا معاكي ومش متضايقين ولا اي حاجه خالص؟ لا بس انا مش يعني هناك بنجرب بقى كذا حاجه، بس انا بحب المكرونه جدا يعني. طيب هقول لك حاجه، السوشيال ميديا اكيد في حياه النجم الكبير اللي زي حضرتك كده معاكي ناس كتير على السوشيال ميديا، السوشيال ميديا بتمثل في حياتك ايه؟ انا يعني بحب اتفرج اكتر ما انا اكون سنتر اوف اتنشن في السوشيال ميديا يعني. انا مش مركزه قوي على السوشيال ميديا يعني، بس اكيد بعد اي بطوله مهمه بيبقى يعني في ناس كتير يعني بتحاول بقى تتكلم معايا. بس يعني في مصر بيكونوا متواجدين معاكي على السوشيال ميديا ومتابعينك ولا في امريكا اكتر كسباحين ولا كسباحين؟ لا الاثنين واحد تقريبا يعني. يعني طبعا الصباحين الصغيرين هنا على طول يعني بيكلموني وكده، ولو في حاجه هناك برضو نفس الحاجه صحابي على طول معايا يعني. مش جزء يعني. انا بالنسبه لي السوشيال ميديا بحب اكتر ان انا يعني انا مش بحب ان انا يعني اكون حاجه كبيره على السوشيال ميديا في سرعه شديده جدا. كلمه لمدربينك وكلمه لجمهور النادي الاهلي عشان يقولوا لي اختم اختم اختم. مدربيني طبعا، مدربي في امريكا يعني انا قلت له يعني وانا على طول بقول له كل حاجه ان هو السبب في كل حاجه. مدربينك اللي في مصر طبعا مرة. يعني هم يعني السبب ان انا وصلت للحته انا في امريكا، فبقول لهم شكرا جدا على كل حاجه. وجماهير النادي الاهلي ككوره ولا كسباحه؟ ككل حاجه. جماهير النادي الاهلي بتتابع كل الالعاب بجد؟ والله بيتابعوا. ايوه صح دي حقيقة. طبعا لا جمهور عظيم يعني. احنا كلنا عارفين يعني هو احسن جمهور في مصر يعني. بصي بجد فرحان لك ومبسوط لك جدا وسعيد جدا ان انت كنت معايا النهارده، واتمنى تكوني معايا على طول بجد. صدقيني شرفتيني ونورتيني. وانا كمان والله بجد. هي كابتن هانيا مورو شرفتنا النهارده، وان شاء الله باذن الله هتنورنا بعد بكين، وهي باذن الله شايله ميداليه، لان انا عندي امل فيها كبير، لان فعلا اللي انت شفتها وهي عندها 5 سنين وبتلعب سباحه ان شاء الله هتحقق ميداليه، لان هي عندها الطموح ده باذن الله. لاخر الحلقه بشكركم والى اللقاء.